موريتانيا والجزائر بلد واحد، بلد أشقاء، نحن أحباء، نبقوا جزائريين، جزائريين يحبونا، خاوة 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 خاوة. فيف لا موريتاني، فيف لافريك، فيف بي بي عربي، فيف بي عربي، فيف لافريكان، فيف كوت ديفوار. أنا موريتاني وجاي نشجع المنتخب الموريتاني، جاي نشجع منتخب موريتاني وان شاء الله نشجع المنتخب الجزائري. اخواتنا الجزائريين خياتنا والله. شكرا للاشقاء الجزائريين، والله قلوبنا مع المنتخب الجزائري، ولو كان الامر بيدنا لكان المنتخب الجزائري فاز مباراه قبل مباراتنا، ولكن كرة القدم 90 دقيقة وما في اخوة ما في اخوة ولا شيء. نحن نرجو ان نربح مباراة من الكأس، كأس أمم أفريقيا لكتاب التاريخ جديد. إخواننا وعلى الرأس والعين، لكن الأشقاء الفوز الصح تربحوا إن شاء الله يكون خوتنا ربحوا. نهنئوكم على الرأس والعين. هذيك مسألة بين المدربين، مدربين إذا أبو الماضي وأبو الماضي الفوز لنا وأمير عبد غيرنا، الفوز لنا وليس الفوز لنا وليس عاشت الجزائر، عاشت عاشت الجزائر وعاشت الصداقة الموريتانية الجزائرية. شكرا شكرا. للأسف المنتخبين الموريتاني والجزائري ضيعوا فرصة تأهلهما معا إلى الدور القادم. كان التحكيم ظالما لموريتانيا في المباراة الأولى، كان التحكيم ظالما للجزائر في مباراتيها الأخيرتين. الفار إن شاء الله يسلط الله عليه قط يأكله هذا الفار الإفريقي، إن شاء الله يأكله إحدى قطط كوت ديفوار ونستريح منه لأنه ضيع مباراة المنتخبين. بالنسبة للقاء المصيري بين الإخوة، طبعا كل فريق نحن إخوة، ولكن كل واحد يريد شيء لنفسه. إذا فازت الجزائر، الجزائر ستمثلنا في الأدوار القادمة. إذا فازت موريتانيا، وهذا ما نتمنى، سنمثل كل الجزائريين في الأدوار القادمة. يقولون ما يفعلون، احنا الميدان هو الفصل، الميدان هو الفصل بإذن الرحمن. احنا يعني التشكيلة تاعنا وضحت، عندنا تشكيلة مغايرة إن شاء الله في المقابلة الثالثة. يعني مطلب جماهير تغيير ثم التغيير ثم التغيير. احنا عندنا شبان ولاعبين كبار ذو مستوى عالي، ان شاء الله ما نخافوا حتى واحد. احنا كان بعض يعني التوشات ان شاء الله تصلح، وان تو تي في لاجيري، وباذن الرحمن راح نفوزوا ونريحوا هنا. دوكا يعني تقارن بين الفيل والنمله، هذا مستحيل. لا مستحيل مستحيل. المستحيل ليس الجزائري على كل حال، وان شاء الله اخواننا في في في, في الدين في العروبه وفي المساحه خاوتنا ان شاء الله. لا خاوتنا ان شاء الله باذن الرحمن، خاوتنا ان شاء الله يفرحوا. كي توصل في الفرقه احنا تفرح فوز موريتانيا طبعا. نروح انا ما قاديش ما نروح واسمها هذه واش يقولها الوكشوت، ما ماشي وكشوت هذه واسمها منا نبدل بلاد ما عادش الجزائر راح بدا غير نساوني كاع. اش بيك راك مريض؟ احنا نروحوا بالنهائي ان شاء الله، النهائي ما نرضى بالنهائي. انا اولا شاكر اخوتنا الجزائريين على الاهتمام اللي دائما يعدوا الانترفيو مع الموريتانيين هون ومع السبورتير الموريتانيين. وللاسف كنا نختاروا لان نحن هما كانوا يتاهلوا من الجروب، يا غير للاسف ظهر لي المشكله عاد بيننا احنا الاثنين. غير احنا رانا مطمئن اخوتنا الجزائري واخوتنا اللي ما كيفتهم اخوت، يا غير تاكدوا لان ان شاء الله دورنا قبلكم بذلاذ، دورنا هزموكم بذلاذ ان شاء الله، ونطلعوا على حساب الجزائر، حساب الجزائر بيان سير ان شاء الله، ومتحدي لان موريتانيا اللي هي تطلع على حساب الجزائر ان شاء الله وفكتوار زين. المعطيات الحقيقيه عندنا اللي متاكد لك ان الحمد لله اللي تاهلوا للجزائر، ان نملك فعلا الجزائر عندها لي بروفيسيونيل وعندها لي جران كيب، والجزائر جران ناسيون فوتبول، يا غير موريتانيا عندها دركات يا نخبه من اللاعبين مستطاعه لان تهزم اي حد في افريقيا، وذا اكدته من خلال المباريات الماضيه ضد الانديه اللي الجزائر ما قدرت المنتخبات اللي الجزائر ما قدرت تهزمهم. احنا اكدنا علينا قبضنا الانيسياتيف طيله الماتش، قال للاسف الحظ ما كانوا في حق هك قلت للاسف، لكن النتيجه هو اللي قلت لك مالي قلت لك الحظ، الحظ لاعب هو براسه لاعب اساسي اصلا في كره القدم، وعليه ان شاء الله ان ذاك الحظ المره يعود منا نصيبنا، وكره القدم احنا اللي نقدموها ان شاء الله قدام الجزائر كيف ما قدمنا. جالفور القوة والمناعة من قلب الكوت ديفوار. شيري يرافقكم في كان الكوت ديفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. ليكس الشيبس رقم واحد في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني.
كادياس طريقكم نحو الكوديفوار. رامي الذوق الأمثل في كان الكوديفوار. تكنو نورم يتمنى عدم وفق للفريق الوطني. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.